يقولون اللي يصعد بسرعه ينزل بسرعه او يوقع بسرعه. أكيد. حسبت حساب هاي المقوله؟ اكيد. انا دائما اؤمن انه لازم تتعب حتى بالاخر تلعب. هسه الناس اللي يسمعوا يقولون هو وين تعب، هو من اول اغنيه ضربت ومشت ويا الامور. لا بس انا تعبت هواي، عانيت هواي. الناس ما تعرف انه اكو شغل قبل الدمار. اكيد. يعني هم عرفوك بدمار بس انت قبلها كنت تحاول. اكيد. اللي سمعت انه هاي الاغنيه تحكيت باكثر من برنامج انه اجتك يعني ما كنت اصلا ناوي تغنيها وما كانت عاجبتك. اكيد. من تكون انجح اغنيه لك ما عاجبتك معناها انت ما تعرف الناس شنو تريد او ما تعرف صح شنو يدوق صوتك. صح. زين مو هذا الشيء يخوف شويه؟ انه اني الشيء اللي يعجبني ما يعجب الناس. شوف يعني هي مو ما عاجبتني بس كنت يعني شلون المتردد من يمها. فأنا يعني الأغنية قبلها مال وين أنت هم كنت متردد منه. يا سبحان الله أي عمل أتردد منه ينجح. وين أنت وصلت هسه 13 مليون دمار حتوصل 60 مليون راح توصل 60 طبعا. تحياتنا للشاعر على رياض جايله العلاوي. زين وين أنت حكيت عنها وهي راح تجيبنا الخطوة القادمة. وين أنت أغنية لو أنشودة؟ هي انشودة بس انعرفت اغنية. انت هيك يعني تقول بعدين تنطي يا المهدي يعني. أكيد. تحس بها تلاعب ويا الناس. انشودة انعرفت هي حتى على اغنية على انعرفت اغنية. اي هي كانت انشودة بس هي انعرفت كاغنية يعني عرفت بالخليج.